أعتقد أن العبقري داود عبد السيد ما كانش يعتقد هو بيرسم شخصية الشيخ حسني في فيلمه الرائع الكتكات أنه ممكن يلاقي الشخصية دي في الحقيقة، الراجل الكفيف اللي مش عاوز يصدق أنه لا يرى ويتعامل مع الدنيا على أنه مفتح وكل الناس هم اللي مش بيشوفوا. في الكتكات جسد الراحل محمود عبد العزيز شخصية الشيخ حسني زي ما أنتوا فاكرين بحرفية عالية جدا وحولها اللحم ودم، بس فضل الشيخ حسني الشيخ الكفيف اللي بيسوق موتوسيكل مجرد شخصية أسطورية في فيلم جميل. بس الحقيقة واضح إن كاتبنا الكبير إبراهيم أصلان وبيكتب قصة رواية مالك الحزين اللي مقتبس منها الفيلم ما كانش بيحلم، ويبدو إن الشيخ حسني موجود بشحمه ولحمه. كان بيننا من يستشعر في نفسه فقدان الحيلة واليأس من الحياة، فبيننا أيضاً من لا يرفع الراية البيضاء وقرر أن يحسم الأمر لصالحه. إنه نوع من القوة لمسناه في الشيخ محمد والذي ابتلي بفقد البصر، قهر العمى وأصبح يرى بقوة الإحساس للبصر. على هذه النغمة يبدأ الشيخ محمد يومه، وبها يعرف توقيتات الصلاة، فهو يعمل إمام مسجد. يعرف جيداً خريطة المكان، لا يمس جوانب الطرقات ولا الجدران، وتعرف قدمه جيداً وجهتها، ويبدأ الآذان. وعلى دراجته التي يقودها بحرفية يقضي مشواره ويشتري إفطاره ويعود لتحضيره. لو لم نكن نعلم مسبقاً أنه لا يرى، ما كنا صدقنا أبداً أن هذه الأنامل التي تعرف موضعها جيداً أنامل كفيف. نسي الشيخ محمد أنه كفيف، فنسى من حوله، خاصم العزلة الاجتماعية، فله أصدقائه الذين يحبون مشاركته الحديث بجدية وضحك. وبمفرده يقضي من الوقت الكثير في سكون وسلام روحي، يجالس نفسه بملامح وسكنات يعرفها الناس ويجهلها هو. وأي سلام بصحبة الواسع الحكيم رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يستعين بالله فيهزم ما يسميه الآخرون عجزا، هزم العمى بالإرادة والعمل والعبادة، صمود يعجز عنه المبصرون. حالة تدعو للتفكر، من حقا الأعمى ومن المبصر؟ ياسمين الضوي، واحد من الناس، مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة. زي ما شفنا يبدو أن الشيخ حسني فعلا شخصية حقيقية موجودة من لحم ودم. الشيخ محمد بسيوني
شيخ محمد أهلا بيك. يا مرحبا، أهلا وسهلا دكتور. أنا شايف تقارير جميل جدا، بتسوق عجلة وبتعمل قهوة وبتنزل ماشي لوحدك، إيه الحكاية؟ حكايتك يا شيخ محمد؟ والله من وجهة نظري إن الشخصية يعني إنه الكفيف ليس معاق. صحيح. لكن في ناس هي اللي بتخلي نفسها معاقة من نفسها، يعني هي بتستسلم للواقع أو بتستسلم لل يعني زي ما بيقولوا إعاقة. لكن لو إن الكفيف يعني نظر إلى الأمام بسيط هيلاقي إنه مش معاق. أنا فاكر جملة مشهورة جدا كتبها الله يرحمه الأستاذ زايد حجاب ولحنها الفنان الراحل عمار الشريعي، قال لك أنا مش أعمى ياهو يا خالق يا عميانين، أنا قلبي ما في أخوه لكن زماني ضنين. فاكرها الغنوة ديت؟ نعم. طب انت حكايتك ايه مع سواقه العجل؟ بتسوق عجل ازاي؟ والله حكايه العجل ديت طبعا انا عندي الشيخ بتاعي الشيخ احمد نصير علمنا حاجتين، علمني القران وعلمني موضوع سواقه العجل. يعني ديت يعني بصراحه يعني اتعلمت سواقه العجل عندك كم سنه؟ يعني كان عندي 12 سنه. ومن ساعتها بتسوق عجل؟ ان شاء الله. بتحب سواقه العجل انت؟ اه طبعا، والله يعني الموضوع مش متوقف على العجل يعني، بس هو في حاجات كتير. بتسوق حاجه تانية للعجل؟ والله انا سوقت عربيه. سوقت عربيه ازاي؟ يعني سوقت عربيه انه كان في حد راكب جنبي وعرفني مثلا ان الدبرياش هنا وكده هنا ومش اوتوماتيك، يعني عربيه عاديه كمان يعني. يعني انا طبعا سعيد بفكره انك انت تسوق عجله وتسوق عربيه، بس انا حاسس ان في خطر عليك. يعني انت بتسوق العجله عارف الطريق ازاي بتمشي ازاي؟ لا العجله ديت انا كده كده ببقى مركز في السكه يعني، يعني يمكن تكون ما حاسه زياده مش عارف، لكنه بيبقى يعني انا ببقى عارف السكه قدامي لو في حاجه بحس بيها يعني. يعني ما حصلش حوادث خالص قبل كده؟ لا لا لا. طول الفتره ديت؟ لا. يعني ما نزلش مثلا في ترعه خبطت في حد؟ لا 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 لا، ما عنديش الكلام ده خالص. بقى لك كام سنه بتسوق العجله؟ يعني ماليش في الرياضه قد كده، بس هم يعني انا كان عندي 12 سنه، دلوقتي انا عندي 23. يعني 11 سنه بتسوق عجل ان شاء الله. يعني ما شاء الله، دي حاجه. طب انت حافظ الطريق؟ لا، هو في انا ما بسوقش العجل الا في المكان اللي انا اعرفه بس. يعني مثلا مش حاجه مثلا في مكان ما اعرفوش ما، لكن انا مثلا مشيت في مكان مره خلاص ما فيش مشكله بالنسبه لي فيه، يعني ما بسوق في العجل عادي ما فيش اي مشكله. طب والبشر اللي قدامك؟ ما في ناس بتعدي قدامك عربيات؟ لا ما فيش مشكله بالنسبه لي. ما انا قلت لحضرتك الكفيف ده مش معاق، بس هو اللي في ايده ان هو يطور من نفسه، هو اللي في ايده انه يستسلم. طيب يعني برضه انا لفت نظري ان حضرتك برضه يعني انت اظن من كفر الدوار ان شاء الله، وبتروح بتؤذن في اسكندريه. انا ماسك مسجد في اسكندريه. صحيح المسافه مش بعيد عليك؟ لا انا حضرتك انا يعني مقيم في المكان. بروح مثلا يوم السبت اجي الخميس. لوحدك ولا معاك حد؟ لا حد بيوصلني في، بروح معاه وبعد كده بقى بنتظر هناك، بعيش حياتي بشكل طبيعي. وهو عادي يعني. طب بروح الخميس. ايه تاني يعني؟ انا عندي شعور كده جوايا يعني شيخ، كنت هقول لك شيخ حسني، لكن هل في قرب من شخصيتك بشخصيه الفنان راحل محمود عبد العزيز لما عمل دور الشيخ حسني؟ ما انا قلت لحضرتك هو الفنان محمود عبد العزيز ده كان بيمثل. لكن دي حقيقه واقعيه. انت الاصل. حقيقه واقعيه يعني. والسؤال هنا بس، حجم الضرر اللي ممكن يقع على الاخرين نتيجه ان حضرتك غني يعني، طبعا ربنا يعني يرفع عنك، غير مبصر، دي مش مشكله يعني؟ يعني يعني فكره ان الواحد يحقق حاجه هو بيحبها لكن ممكن تكون الحاجه دي على حساب نفع او ضرر الاخر، فانت ممكن تضر الاخر للاخرين. ما بتحسبهاش كده؟ والله لو حضرتك تروح البلد وحد اتضرر مني يبقى في كلام تاني. طب والله كويس ان مفيش حد ضرر خالص يعني. لا. ما خبطتش في عربيه، ما حدش خبطك، ما لا 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 لا، ما حصلش. ده اللي ساعات اللي بيسوق يعني، عايز اقول لحضرتك اللي بيسوقوا العجل وهم مفتحين بيخبطوا. ما هو حضرتك ده اسمه عمل بصيره، يخبط في رصيف، يخبط في حاجه، عمل بصيره مش عمل بصر. يا سلام.
طيب ايه تاني عندك في حياتك بتعمله؟ انا سمعت انك انت عندك في الاوضه ريسيفر وتلفزيون وده في اوضتك في المسجد، مظبوط؟ تمام. ايه بقى الحكمه؟ والله حضرتك انا بسمع عليه قنوات القران او القنوات الرياضيه. يعني اللي تسمعه بيقولوا دايما الانسان اللي بياخد البصر ربنا بينعم عليه بنعم اخرى بتعوضه هذا الموضوع. انت شايف طبعا ان النعمه دي تمثلت مثلا في انك انت بتسوق عجله، في انك انت بتقعد قدام التلفزيون تتخيل الصوره اللي قدامك؟ تمام تمام مظبوط. ايه تاني من مظاهر الحياه العاديه انت حريص تعيشه وقد يكون الاخرين من اللي فقدوا ابصارهم مش عارفين يعيشوه؟ المشي، انك تمشي لوحدك. انا معجب جدا بيك بصراحه. ربنا يخليك، ربنا يديك. بس يعني انا قلقان عليك، يعني خايف عليك برضه. لا 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 ما فيش اي مشكله. انا على فكره بعدي، يعني حتى من ضمن الحاجات اللي انا بعملها ان انا بعدي السريع لوحدي. بتعدي ايه؟ بعدي السريع لوحدي. بتعدي السريع لوحدك؟ اه. ازاي؟ زي ما حضراتكم بتعدوا بالظبط. لا ده احنا بنقعد ساعة عشان نعدي السريع. احنا بنقعد ساعة يا بيه عشان نعدي السريع. لا يعني ونطلع خطوة ونرجع ورا خطوتين. لا مش السريع الكبير، يعني احنا عندنا حضرتك في البلد عندنا سكة عربيات، سكة عربيات، بس عربيات يعني احنا بنقول عليها عندنا السريع. ده انا بعديه لوحدي، مش مشكلة بالنسبة لي يعني. بس ده خطر عليك برضه. لا لا لا. مش خطر ولا حاجة. انت جايب الثقه دي منين؟ يعني انا عايز اعرف في الفكره انك انت تخضب على حاجه ممكن يكون فيها نسبه ال، ما هو ده حضرتك اسمه عدم استسلام. ما ينفعش الواحد يستسلم للحاجه اللي هو، يعني انا بالنسبه لي مش فارقه معايا ان انا كفيف. واتمنى ان كل زملائي لو حد سمعني انه ما يعني يحاول انه يخرج نفسه من كده. في ناس كتير ترضى المصير، ناس تشوف بضمير ضرير، هي تكون قد الحياة، هي تعيش وحيد وسط الدروب. هل مثلا انت فكرت تعالج او ولا لقيت ان في استحالة للعلاج؟ والله حضرتك انا يعني لفيت كتير. ها. رحت هنا، جيت هنا القاهرة ورحت الزقازيق ويعني في اماكن كتير، لكنه جيت في الاخر كان حد عرض عليا ان انا اعمل عمليه في الخارج، لكن انا رفضت. يعني حسيت ان انا كده اصلا مستمتع بحياتي. طيب انت بتروح مثلا استاد الكوره مثلا؟ اه انا رحت استاد برج العرب مرتين، رحت في 2012 كان ماتش الاهلي والترجي، الحمد لله خدنا البطوله يعني. ورحت في مصر ونيجيريا اللي هي تصفيات كاس الامم اللي فاتت. قول لي طب انت بتروح الاستاد ازاي يعني في الظروف الصعبه دي برضو؟ يعني اظن انك انت مش هتكون برضو شايف الماتش زي ما الاخرين شايفينه يعني. اه ما هو حكايه يعني مثلا بيبقى في حد معايا مثلا بيوصف لي الماتش، بس طبعا هي بتبقى متعه. انت اهلاوي صح؟ ده اكيد. انت اكيد بتابع الدوري السنه دي؟ اه طبعا. ايه رايك في مستوى الاهلي السنه دي؟ لا الحمد لله يعني ما فيش حد زينا يعني. طيب تقول ايه النهارده يعني يا شيخ محمد؟ كل واحد فقد الابصار في حياته والنهارده بيشوفك وبيشوف الحقيقه حاجه انا عمري ما شفتها قبل كده. يعني لما شفت فيلم الكتكات بصراحه قلت شخصيه يعني اسطوريه، لكن لما شفت، لا هو فيلم الكتكات كان ممكن هم يكونوا يعني مثلا يعني ايه بيتريقوا على المكفوفين، او يعني بايه مش بيتريقوا يعني حاجه كده هم عايزين. ما كانوش بيتريقوا لا خالص، انا ما حسيتش بده، بالعكس انا حسيت. انا حتى فاكر الاستاذ محمود عبد العزيز لما كنت بساله انت تاثرت بشخصيه مين وانت بتؤدي شخصيه الشيخ حسني؟ قال لي الشيخ سيد مكاوي. اه وكان الشيخ سيد مكاوي بالبلدي كده فكهي دمه خفيف. تمام. يعني اكتر واحد ممكن تلاقيه ممكن يقعد يقول نكت وافيهات ولا كان عنده اي عقده خالص في موضوع المرض يعني. فهو شخصيه كوميديه يعني. تمام. لا مش بيتريقوا بمعنى الكلمه. يعني هو مثلا عايز يعني ايه يوصل حاجه معينه للايه للمكفوفين، انك ما ينفعش ان انت يعني انت ممكن تعمل حاجات كتير بس في ايدك انت، وبرضه بترجع لاهل يعني للاهل. في ناس مثلا يعني انا اعرف واحد صاحبي لما حكيت له ان انا بركب عجل انا حسيت انه اتصدم، يعني هو حتى يخاف انه مثلا يعني ينط من على رصيف، ينزل من على رصيف يخاف، لازم مثلا حد يكون معاه. انا ركبت القطر وهو ماشي. ركبت ازاي؟ ازاي ركبت القطر وهو ماشي؟ لا انا كنت بركب. كنت لوحدك ولا معاك حد؟ لا انا اللي كان معايا ركب. فانا كنت ماسك اللي هي الحديده اللي بتبقى على الباب ديت، كنت ماسكها بايدي والقطر ماشي. طب يا جماعه حد يدخلني حد يشد؟ طيب فما حدش شد، فانا جيت رامي نفسي على القطر من جوه ودخلت. دخلت.
وايه كمان؟ انا لو كنت نزلت تحت وما كنتش بقيت مع حضرتك يعني. ربنا يديك الصحه. وايه كمان يا شيخ محمد احكي لي؟ يعني حضرتك انا بتعامل مع اللابتوب. ازاي بقى؟ بالبرنامج الناطق. كويس قوي. وايه كمان؟ والله حاجات كتير الواحد يعني. لا قول لي، انا احب اسمع منك عشان انا بقول لك انت بالنسبه لي نموذج فريد الحقيقه. ربنا يخليك. هو بس كل يعني بحضر مثلا لما ببقى في مكان لوحدي اعرف احضر الاكل لنفسي. تطبخ يعني؟ لا مش طبخ. امال؟ لا طبيخ صعبه يعني. يعني مثلا حد جبت حاجه مثلا احضرها احطها مثلا هنا اوديها كده. تعمل قهوه كويس؟ شاي او شاي. قهوه اي حاجه مش مشكله بالنسبه لي. حكايه المشي لوحدي دي صراحه هي اللي خلتني يعني ابدا ان انا اتحرك كتير يعني. انا كنت في يوم من الايام رايح مشوار وكان لازم اروح ضروري يعني، كان لازم ان انا اروح، فكنت متفق مع واحد صاحبي انه يجي، ما جاش حتى ما اتصلش عليا يعني. فانا المشوار ده من بيتنا كنت رايح كفر الدوار، احنا بيتنا في قريه يعني قريه العكريشه. فانا خدت بعضي قلت لا لازم انا ايه المشوار ده لازم اروح. خدت بعض من عندنا من البلد وطلعت خدت المشي يعني مشي حوالي بتاع يعني من بيتنا للموقف حوالي ايه هنقوله مثلا 400 متر لوحدي عادي. ودي كانت اول مره حكايه ان انا امشي لوحدي مسافات طويله يعني. انا امشي لوحدي حوالينا ما فيش مشكله، لكن المسافات الطويله ديت حصلت لما صاحبي ده ما جاش يعني. طب انت قاعد لوحدك في اسكندريه 5 ايام، مين بيخدمك؟ انا بخدم نفسي. ازاي؟ بخدم نفسي. وتطلع ازاي وتنزل لا ازاي؟ لا حكايه الطلوع والنزول دي انا قلت لحضرتك طالما انا اتعودت على المكان. صحيح. اطلع وانزل واروح واجي، بس طبعا في حاجات مثلا الواحد ما بصراحه احيانا الواحد ما بيبقاش عايز ينزل اصلا. فابعت حد مثلا من الناس اللي موجوده في المسجد، الناس اللي كلهم محترمين الحقيقه، ما يعني ما شفتش منهم حاجه وحشه صراحه يعني. الناس كلهم في غايه الادب معايا وبتعامل عادي. قولي بقى نفسك فيها يا شيخ محمد؟ تتمنى ايه بقى؟ يعني انت النهارده اهوت اهو انا حاسس انك انت بتحقق ذاتك، انك انت بتسوق عجله وبتسوق عربيه وربنا يستر في موضوع سواقه العربيه ده. لا لا ما. لكن نفسك في ايه؟ عايز تتمنى ايه؟ والله اولا انا اتمنى وظيفه ثابته يعني. طبعا الواحد انا شغال اولا مع ناس محترمين جدا في اسكندريه، والحاج هشام والحاج اشرف والحاج جمال صراحه ناس في غايه الادب معايا، والحقيقه مش مخليني عايز حاجه. لكن طبعا الوظيفه لما تكون مثلا وظيفه حكوميه بيبقى لها شكل اخر طبعا. طبعا انا اتمنى حاجه تانية خالص، طبعا انا اتمنى ان انا يعني الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب. ربنا يشفيه ان شاء الله ويرفع عنك الناس اللي هم وانا اتمنى لك كل خير وسعاده، واتمنى لك انك تستمر في سواقه العجل بس ربنا يحفظك. لا ما تقلقش. وان كنت اتمنى انك انت ما تسوقش عربيات تاني، الله يخليك. لا 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 ما هو في حد بيبقى جنبي انا ما ببقاش لوحدي. برضه يعني. لا لا ما تقلقش، طالما الواحد عارف الفرامل ف واتمنى انك انت ما تفكرش في موضوع سواقه الطيارات بقى يا شيخ محمد. والله لو حصلت انا ما عنديش مشكله. ربنا يديك الصحة، ربنا يحقق لك كل ما تتمنى. ربنا أنا سعيد جدا بحضرتك النهاردة. أنا أسعد إن أنا موجود مع حضرتك، إن أنا اتشرفت بحضرتك النهاردة. أنت شخصية قدوة جميلة جدا للإصرار والتحدي على فكرة. ربنا يخليك بجد والله يعني. يعني فعلا النور مكانه في القلوب. ربنا يبارك فيك. ربنا نورتنا وشرفتنا في واحد من الناس، أنت واحد من الناس الجمال اللي إحنا بنحترمهم ونقدرهم. ربنا يخليك، جزاكم الله خير. بشكرك جدا.